رح نبلش اولى محطاتنا لليوم عفاف، رح نحكي فيها عن الالوان. بيقولوا انه الالوان هي بتغذي الروح وبتعالجها، يعني اطباء كثير بالعالم اعتمدوا على الوان معينه لمعالجه امراض كثيره وخصوصا عند الاطفال، وايضا علماء الطاقه بالعالم اعتمدوا على الالوان لانه لها طاقه، ولكن المصدر الاساسي لهالالوان هو الطبيعه. لهيك كثير اوقات لما بنكون متضايقين بنحاول نروح لمكان واسع مثل حديقه او بحر لانه بيعطونا طاقه ان كان باللون وان كان بخواصهم اساسا الموجوده. اليوم رح نحكي اكثر عن طاقه الالوان قد ايه ممكن انه هي تساعد الناس على تغيير حياتهم. حتى بتدخل طاقه الالوان بالطب وبالفن وبالفلسفه كمان، وكثير في سؤال انه بتقدر الالوان تغير من ادراكنا للزمن، وقد ايه هي تلعب دور كثير كبير على التاثيرات النفسيه، وقد ايه ممكن انه تتحكم بردات فعلنا للشخص المقابل او للمواقف الحياتيه. رح نجاوب على كل هاي الاسئله مع الدكتور سمير هادي وهو الاختصاص بعلم الطاقه. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم، صباحكم ملون بالوان الطاقه الايجابيه والفرح ان شاء الله. يسعد صباحك. خلينا نبلش هيك ونحكي شوي عن تاثير الالوان. كثير مننا يمكن بيتعامل مع اللون من دون ما يكون عارفان شو فائدته او شو خواصه، يعني في ناس بتفيق من النوم عندها احساس انه انا اليوم بدي البس هذا الشيء، في ناس لا بتكون مخططة ومقدركة وعرفانة ليش هي مختارة هاد عن هاد. فخلينا نحكي بالبداية شو تأثير الألوان بحياتنا؟ هلأ بداية بدي استغل هاي الفرصة وأقول كل عام وشهدائنا منارات النصر. بالحقيقة لولا شهدائنا لما كنا موجودين، وبدي وجه تحية لكل والدة شهيد على ما أنجبت، وتحية لكل نقطة عرق من أي عسكري يحمي بلده وعرضه في سبيل حماية الوطن وحماية أهله وشرفه. بما يتعلق بالألوان، فالألوان هي ركن أساسي أو عنصر أساسي من عناصر علم الطاقة، بتندرج تحت تصنيف الفينغ شوي اللي هو طاقة المكان. مثل ما بنعرف فالألوان هي موجودة بكل حياتنا، كيف ما تحركنا كان بالأمكنة أو باللبس أو حتى بالطعام، كيف ما تحركنا فالألوان موجودة. وبما أنه الإنسان يتأثر بكل شيء محيط فيه، فبالتالي هو رح يكون متأثر بالألوان بشكل كتير كبير إما إيجاباً أو سلباً. هلأ كفكرة عامة، موضوع الألوان هو موضوع مزاجي، يعني ممكن نلاقي شخص معين بيحب لون هو فعليا هذا اللون يعطي رمزية مثلا بتدل على الحزن أو بتدل على الكآبة، لكن هو بيشعر بالسعادة لما بيلبس هذا اللون أو لما بيكون بمكان موجود فيه هذا اللون. تماما تماما. فهو الموضوع له علاقة بالمزاجية، مزاجية الشخص أكثر ما هو تصنيف عام. لكن بيبقى إذا نحن بنحكي على مستوى إحصائيات عامة، ففينا نقول أنه في ألوان معينة لها دلالات معينة على صعيد حياتنا ككل، إن كان بالمكان مثل ما حكينا أو بالأكل أو باللبس أو بأي شيء يتعلق بالألوان. على سبيل المثال الشاكرات الموجودة بالجسم أصلاً اللي هي أصلاً مراكز الطاقة بالجسم يرمز لها بألوان معينة، وأصلاً هي تتنشط وتقوى باستخدام هاي الألوان. على سبيل المثال الشاكرة الأولى اللي هي شاكرة القاعدة يرمز لها باللون الأحمر. طيب إذا كان في ضعف بهي الشاكرة أو إذا كان في مشكلة معينة، ففوراً خبير الطاقة بيوجه لاستخدام اللون الأحمر بكثرة من مأكولات، يعني مثلاً مثل البندورة مثل الفليفلة الحمراء، كل ما هو يحمل اللون الأحمر، وكمان استخدام اللون الأحمر باللبس وبالمكان الموجودين فيه. وعلى هذا المثال منقيس باقي الشاكرات الموجودة بالجسم اللي مثل ما حكينا شاكرة القاعدة هي الأولى، شاكرة العجز، شاكرة الضفيرة الشمسية، شاكرة القلب، شاكرة الحلق أو الحنجرة، شاكرة الأجن أو العين الثالثة، وشاكرة التاج. شاكرة التاج اللي هي بمقدمة الرأس تحمل اللون الأبيض اللي هو لون يعني رمزية لألوان الطيف مجتمعة. فكثير اشخاص بيسالوني طيب كيف ننشط شاكره التاج؟ الالوان الباقيه اوكي بس اللون الابيض كيف؟ فهاي الشاكره بالذات تنشط بالروحانيات والعبادات والنقاء وصفاء القلب، اني انا ما احمل ضغينه ضد حدا، اني انا ما اكون كاره لامر معين او لحدا. كل ما كان في نقاء كل ما بيكون في تنظيف وتطهير لهي الشاكره. لهيك نحن دائما بننصح بانه اللي عنده خلل نفسي بهي الشاكره مشكله معينه، فبنقول له تقرب اكثر من العبادات، جميع انواع العبادات، مو بس عم نحكي نحن صوم وصلاه، حتى الكلمه الطيبه، حتى الصدقه، التعامل مع الناس، هي انواع العبادات كلها
ترفع من تركيز وتنشيط شاكرة التاج. طيب بعلم الطاقة ممكن إنه للألوان تستخدم لبعض الأشخاص يلي بيعانوا ممكن من أمراض لحتى تساعدهم بتحسين حالتهم الصحية؟ بالضبط، هو أساساً إذا بدنا نحكي بشكل منطقي جذر كل مرض هو مشكلة نفسية. إذا بدنا نرجع للجذور فالجذر هو مشكلة نفسية، ونحن لما بنقول مشكلة نفسية فبنكون عم نحكي عن خلل بعمل إحدى الشاكرات. فبالتالي نحن وصلنا لنقطة مفيدة إنه نحن فينا نستخدم ألوان هي الشاكرات للتشافي من عدة أمراض. فعلى سبيل المثال كلنا بنعرف إنه الطفل أول ما بيولد فممكن يصير معه يرقان، فأي طبيب بيشوف الوالدة بيقول لها عرضيه لضوء أبيض، الضوء الأبيض بيشفيه من اليرقان. هذا الأمر فعلي ومنطقي. كمان بما أنه عم نذكر موضوع الطب، كمان بالمشافي منشوف كثرة اللونين الأبيض والأخضر، لأنه الأبيض مثل ما حكينا يرمز للنقاء، يرمز للطهارة، يرمز للراحة النفسية، وكمان الأخضر كمان بيعطي نوع من الهدوء وإزالة العصبية والتوتر. وكمان على ذكر اللون الأخضر، أي شخص منشوفه مرهق متعب عنده مشكلة هيك بالتركيز، ففورا بنقول له والله اطلع هيك روح على شي حديقة، روح على مكان هيك حلو في خضار، فبتلاقي حالك تحسنت. اللون الأزرق كذلك الأمر، قديش نحن بنحس براحة نفسية لما بنروح على البحر أو لما بننظر للسماء، شعور مباشر بالراحة النفسية والطمأنينة. فلذلك دائما الألوان لها مكان هام جدا بالتشافي والعلاجات الطبية، ولكن هذا الأمر لازم ما يكون لمرة أو لمرتين، لازم يكون بطرق منتظمة. وبما أنه نحن عم نحكي عن الألوان فلفتني شيء مهم بهم الطلاب وجميع الأشخاص اللي عم يدرسوا. اللون الأصفر على سبيل المثال هو بيحمل ميزتين، الميزة الأولى أنه هو فاتح للشهية. لاحظوا الماركات العالمية المتعلقة بالمأكولات تختار دائما اللونين الأحمر والأصفر لأنه هن اللونين اللي بيفتحوا الشهية. صحيح. فدائما الإعلانات أو الآرمات أو أي شيء بيتعلق بهذا المنتج فبيركزوا على اللونين الأحمر والأصفر. نرجع لموضوعنا، فأولاً هو فاتح للشهية، اثنين هو بيفعل الذاكرة وبينشط الذاكرة بشكل كتير رهيب. فلذلك أنا بنصح أي والدة عندها طفل أو عندها حدا عم يدرس أنه تركز على اللون الأصفر خلال فترة دراسته وهو عم يدرس. ممكن لمبة صفراء أو شمعة صفراء، أنا بنصح كتير بموضوع الشمع وخصوصاً الشمعة الصفراء لأنها بتسحب الطاقة السلبية وبتزيد من معدل تركيزه، وخصوصي إذا راح على الامتحان ولابس شيء أصفر كمان فهذا كتير شيء مفيد ومريح للطلاب. يمكن هذا سر اجتهاد القديمين أنه كانوا يدرسوا على ضوء الشمع لسه ما كان فيه. صح، ممكن ممكن. طب دكتور بما أنه نحن عم نحكي عن الألوان بشكل عام وقدي إلى تأثيرات، في كتير أشخاص بتتعامل مع الألوان بحياتها، يعني بتفضل مثلا أنه هي تقدم شيء له لون معين، هل من الصح أنه أنا أقدم شيء اللي أنا بتفائل فيه أو اللي أنا بعرفه مثلا إذا بدي أقدمه كهدية أو بدي أحطه بمكان، ولا لا لازم أعرف الشخص اللي مقابلي شو اللي بيناسبه؟ هلا مثل ما حكينا الألوان إلى رمزية عامة وفي استثناءات. يعني فرضا أنا بعرف الأستاذة بتفضل اللون الأسود فأنا خلاص بقدم لها هدية مثل ما هي بتفضل ومثل ما هي بتحب. لكن كفكرة عامة دائما الألوان الخفيفة الألوان المريحة، يعني لما نحكي عن البرتقالي مثلا، عن البنفسجي، عن الأصفر، هون عم نذكر اللون وتدرجاته. يعني مثلا الأزرق وتدرجاته، السماوي والتركواز والأحمر كمان وتدرجاته، لون الزهر، اللون الوردي. هاي الألوان المريحة والألوان الخفيفة هي بشكل عام إذا بدنا ننظر إلا بمنظور عام فهي مريحة، إن كان للشخص المرسل للهدية وإن كان للشخص المتلقي. على ذكر الألوان والهدايا، اللون الأسود أنا بعرف أنه يمكن نسبة تفوق 80% من الناس هن بفضلوا اللون الأسود. كنت حضرت لك اللون سؤال الأسود. عن اللون الأسود تماما. الفكرة أنه اللون الأسود هو لون يعبر عن الشدة والثقة بالنفس، لكن كثرة وجود اللون الأسود، هون ما عم نحكي أنه لمرة أو مرتين أو بشكل متقطع، عم نحكي عن كثرة وجود اللون الأسود بالمنازل أو بالمكان أو بالثياب يطفي مستقبلاً طابع من الكآبة والحزن. لهيك منشوف أنه هو إشارة على الحزن اللون الأسود بشكل عام. لكن لا، بالمناسبة كمان اللون الأسود هو قاطع للشهية. على مثل ما حكينا عن الألوان الفاتحة للشهية وذكرنا الأحمر والأصفر، الألوان القاطعة للشهية للأشخاص اللي عم يعملوا ريجيم، فإذا استخدموا هاي الألوان كمان هذا الشيء بيساعدهم. هن اللونين، اللون الأزرق بيخلي الواحد يأكل بكمية أقل أو يحس بالشبع بوقت أقل، اللون الأزرق واللون الأسود هن اللونين قاطعين للشهية. لذلك نحن بننصح الأشخاص اللي هن بادئين بحمية
وعم يتعبوا انه عم اقدر وما عم اقدر، انه حاول انت تاكل بمكان في اللون الأزرق أو كتر أنت عندك بالمطبخ من اللون الأزرق، إذا خصوصي إذا كان مثلاً أدوات منزلية لونها أزرق، فهذا الشيء بيساعد على أنك تأكل بكمية أقل. هو قاطع للشهية. وحتى باللبس بنلاحظ أنه الأشخاص اللي بيكونوا لابسين أزرق حتى إذا راحوا لمحل يأكلوا فكمان بيأكلوا بكمية أقل. بيقولوا هو بيعطي هدوء أعصاب، يعني هو بيعطي هدوء وبيعطي راحة، هو بدي الألوان الباردة. هلأ الأزرق عكس الأحمر تماماً، الأحمر من الألوان الحارة، من الألوان اللي بيعطي اندفاع، يلي ممكن مثلاً ما بننصح فيه الأشخاص اللي عندهم ارتفاع بضغط الدم لأنه هو بيعطي طاقة واندفاع. اللون الأزرق عكسه تماماً، هو من الألوان الباردة، الألوان المريحة جداً. وذكرنا مثال موضوع البحر، ما بعتقد أنه حدا فينا بيروح على البحر إلا ما بيحس بالهدوء والسكينة، وخصوصاً أنه البحر بيحمل ميزتين، ميزة الماء وانعكاس الضوء الأزرق على الماء أولاً، وثانياً المشي على الرمال. والمي المالحة كمان اللي تماماً تسحب الطاقة السلبية. تماماً، المشي على الرمال، المشي حفاظ على الرمال كمان يمتص الطاقة السلبية ويعطي شعور بالراحة والاسترخاء. فلهيك ننصح الجميع بالصيف يتوجهوا باتجاه البحر حيكونوا مرتاحين. طيب في أشخاص ما بتتأثر بالألوان، يعني أسود أزرق أحمر شو ما كان قدامها أو شو ما كانت لابسة ما بتخص أبداً حالتها النفسية فيها أو ممكن تتأثر، في أشخاص لهي الدرجة أنه ممكن ما يتأثروا بالألوان، ولا هنون فعلاً بيتأثروا الجميع بالألوان بس أنه ما بيظهروا أو ما بينتبهوا على حالهم؟ هلأ مثل ما حكينا الألوان هي ركيزة أساسية بالفينغ شوي، ولكن مرتبطة بأمور تانية، مثل ما في طاقة للألوان كمان في طاقة للصوت، كمان في طاقة للكلمة، كمان في طاقة بأي تصرف منتصرفه. الأشخاص اللي بيحسوا حالهم ما عندهم هالميزة أنه أنا أفضل لون معين أو أني أنا قريب من لون معين، فهو بيكون في عنده مشكلة بالمنظومة ككل، هو ما بتكون مشكلته فقط هذا اللون. كمان ممكن ما يتأثر بشيء معين أو يكون في عنده مشكلة بشاكرة من الشاكرات ولازم متابعتها. بتكون غالباً هي الحالات بتكون هي بداية لمشكلة نفسية. فمنلاحظ نحن مثلاً أشخاص اللي داخلين ببدايات الاكتئاب أو عندهم نوع من أنواع الاكتئاب بمختلف أنواعه، فبنلاحظ أنه مثل ما ذكرتي ما بيهتموا لنوع الأكل، أنه أي شيء موجود أوكي، لنوع اللبس أي شيء موجود. فمثل ما حكينا الجذر هو مشكلة نفسية، يعني في خلل، فنحن لما منتابع هذا الخلل منعالج هذا الخلل بالتركيز على ألوان معينة وبطرق علاجات طبية وبعلم الطاقة كلهم مع بعضهم، فبتتحسن هي الحالة النفسية وبالتالي بيرجع للتقبل. لكن كطبيعة الإنسان طبيعته هو يعني متأثر بكل شيء مو بس بالألوان، لأنه في أشخاص اللي ما بتتأثر بيقولوا لك إنه هاي قوة مثلاً أو إنه أنا حدا ما بيتأثر، فهذا الشيء ممكن إنه يفتخر فيه. فهي أنت عم تقول لا، هي بالواقع بيكون. هي بالواقع ممكن تكون إشارة لخلل نفسي، ما ممكن تكون ببدايته، لأنه مثل ما حكينا الإنسان بطبيعته يتأثر بكل شيء. على سبيل المثال الصوت اللي هو لا شيء ملموس ولا أي شيء موجود به، هو فقط عن طريق الكلام. ممكن تسمعي لمطرب أو ممكن تسمعي لترتيلة معينة أو قرآن أو 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 فتحسي بالهدوء والسكينة والراحة. يعني أنا على سبيل المثال بس أسمع صوت جورج والسوف خلاص ما بدي شيء. ففي أصوات بتعطي طاقة جدا رهيبة جدا عالية، طاقة إيجابية بتفاعل مع هذا الشخص بشكل إيجابي، مثل الألوان بالضبط. بيختلف هذا التأثير بشكل كتير كبير من شخص لآخر حسب مزاجية هذا الشخص ووضعه النفسي. طيب دكتور، يعني هلأ حضرتك حكيت فكرة كتير مهمة، أنه في أشخاص بيرتبطوا بشيء تاني غير الألوان، مع أنه نحن قلنا كل شيء محيط فينا مرتبط بالألوان بالعموم. طيب قد ايه مهم اليوم هذا الشيء ما يتاخد هيك مثل ما كتير عالم تعتبر أنه لا الألوان، في ناس ما بتآمن بهذا الشيء بتقول شو هذا اللي عم تحكون إحنا، يعني ما أنا موجود هذا الحكي. اليوم قديه بشفت في فرق بين الشخص اللي بيعرف قيمة هذا الشيء وبيشتغل على نفسه وعلى المحيط وبين الشخص اللي لا ماشي هيك. هل هو للأمانة في أشخاص حتى بعلم الطاقة بشكل عام لحد هلأ إن ما عندهم هالإيمان، فنحن عم نحكي عن علم موجود من أيام الفراعنة، وفي أشخاص لحد هلأ بيقولوا أنا أؤمن أو لا أؤمن. فما رح ندقق على موضوع إذا شخص ما بيؤمن بطاقة الألوان ولكن بشكل عام الألوان لها طاقة وطاقتها موجودة. دائماً الأشخاص أنا بنصحهم، الأشخاص اللي ما بيؤمنوا بموضوع الألوان أو ما بيؤمنوا بطاقة أي شيء آخر مثل الصوت مثل ما حكينا أو الكلمة أو أو أو،
فدائما بقول له عليك بالتجريب، يعني انت انت ما لك خسران شيء. صحيح. فموضوع الالوان انت مثلا بمنزلك تجربه اكبر برهان، رتبه بطريقه مثاليه. على سبيل المثال دائما بننصح انه تكون الحيطان اذا بدنا نحكي عن الالوان تكون هي اقرب لتدرجات لون الجلد الطبيعي. يعني الابيض، السكري، الكريم، هي التدرجات. كل ما كانت الالوان بالمنزل وبالمكان مرتبطه وقريبه من الوان جسم الانسان نفسه، كل ما بتعطي اشارات للهدوء والراحه والسكينه. وبنشوف نحن انه اكثر من 90% هي الالوان المستخدمه. ومثل ما ذكرنا لفتح الشهيه مثلا منطقه المطبخ، فنحن فينا نركز على اللون الاحمر، اللون الاصفر، منطقه الجلوس بما انه بيجي فيها ضيوف وبيجي استقبال، فنحن بنركز على اللونين الاخضر والازرق وحتى الاصفر، حتى اللون البنفسجي هو لون مريح ولون مهدئ للاعصاب، نركز على هي الالوان. وحتى بالفصول اذا بدنا نحكي نحن صيفا وشتاء، خلينا هيك سريعا يعني نعطي اهم الالوان للفصل الصيف ولو دقيقه. هلا التركيز بالنسبه للفصول دائما نحن بننصح بفصل الصيف التركيز على الالوان الخفيفه مثل ما حكينا الاحمر، الزهري، الاصفر، وبفصل الشتاء التركيز على الالوان الغامقه لانه هي الالوان بتمتص من الطاقه وتمتص الحراره. اكيد. بالختام نتشكرك، شكرا كثير لك كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها. يعطيكم الف عافيه. شكرا لك واهلا وسهلا فيك. اهلا فيك.